فين او السنين الجايه ده موضوع يخص نادر شوقي. ايوه صح كده؟ اه نعرف منه. نادر مساء الخير. يا كابتن سيف ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ كويس؟ كله كويس؟ الحمد لله رب العالمين. انت مسهرني ها؟ ما تقلقش، ما انا هدخله سليم وهخرجه اهو تمام، مفيش مشاكل ومفيش اي ازمه. مش انا مش انا اللي مسهرك انت، انا عارف ان انت عمرك ما هتسهر معايا، يعني انت اقصى حاجه اتفرجت وانا بقول للناس مساء الخير ولسه داخل البرنامج، بس عشان احمد رفعت اكيد اكيد هتقعد معايا لحد الفجر. لا احمد ده الرايق ده الفنان ده، فلا بحب احمد طبعا، ولذيذ ان هو يكون معاك، وانا هو عارف انا بحبه قد ايه، حاجه محترمه وحاجه تشرف يعني. انت هنا ولا في الجونه الاول؟ لا الجونه ايه بس، لا انا بقالي هنا بقالي شهرين والله يا سيف. طب كويس الحمد لله. كنت لسه بكلم مع احمد في اللي جاي وبكلم معاه في جزء التخطيط، هل هو مستمر في بيراميدز؟ هل هو في عروض فيوتشر؟ انا اسف، هل هو في خلاص خلاص والله هي طلعت كده خلاص ما تقلقش. في فيوتشر قال هو ليه عروض في حته جوه بره، قال لي الموضوع مع نادر. لا بص رفعت كان نفسي اكون معاه من شويتين ثلاثه، بس الحمد لله رب العالمين ان انا شرفني ان انا اكون معاه. نادي فيوتشر نادي كبير برضه خلي بالك يعني. طبعا لا بالعكس انا شايف ان رفعت يعني على حسب الخطوه الجايه دي لازم طبعا نحسبها كويس، لكن هو اعتقد ان هو مبسوط في نادي فيوتشر، وفيوتشر بيقدم كوره كويسه جدا ومحترمه جدا واداره محترمه. هو عقده قد ايه؟ ليه؟ لا يعني مجرد استفسار يعني. لا ما ينفعش طبعا. ما ينفعش؟ ليه؟ لا انا هقول لك. طب دي واحده بس، قول لي ليه، قول لي ما ينفعش ليه. انا هقول لك. انت على فكره انت الوحيد في العالم اللي بتعمل كده، كل العالم يعني اعرف ان انا لما اجي اسالك على الفلوس تقول لي لا مثلا عشان عشان الحسن، لكن ده سؤال عادي. لا مش عادي ولا حاجه، اصل دي حاجه تخص اللعيب والنادي وخلاص. لا مدته مش فلوسه. ما انا عارف. لا مش مهم خالص. مهم يعني. لا هقول لك ليه، المهم في التسويق طبعا جدا ان انا اقول لك قد ايه، بس انا مش يعني مش محتاجين نقول حاجه زي كده خالص. ليه؟ لان هي ممكن تتاخد غلط مش اكتر من كده، فاهم قصدي؟ طب ازاي؟ اشرح لي تتاخد غلط ازاي؟ يعني في فرق ان انت تقول مثلا 5 سنين عن سنه او عن سنتين او عن ثلاثه، دي تختلف الباكت فاليو بتاعه بيختلف. عارف انا غلطتي الوحيده اللي انا عملتها ايه دلوقتي؟ ايه يا فندم؟ اني ما سالتش رفعت قبل ما اسالك، والله كان اداني الاجابه في دقيقه ولا اي حاجه. اقول لك ليه؟ انت وحشتني يا سيف والله. ولا اي حاجه، كانت الامور مش. طب هو دلوقتي يعني خلاص على كلامك حاله الهدوء والاستقرار اللي هو قاعدها مع فيوتشر، هو قاعد في فيوتشر حتى نهايه عقده، يطلع قد ايه نعرف بقى من احمد بعد كده؟ لا هو بص هقول لك حاجه، هو احمد رفعت في حته كويسه جدا، انا كنت اتمنى يكون في منتخب مصر قدر الله ما شاء فعل، بس احمد رفعت دلوقتي من الناس اللي موجوده الشارع المصري بيتكلم عليها كتير، ودي حاجه كويسه وحاجه تشرفنا كلنا. لما يكون ان هو علامه استفهام ليه موجود وليه مش موجود، دي حاجه تشرفه هو كمان، فلازم يستغلها ويزيد من نفسه لغايه ما يفنش السيزون كويس قوي زي ما ابتدى، وبعد كده نتكلم هو جاي له ايه مش جاي له ايه، يعني يعمل اللي عليه 100% زي ما بيقولوا. هو لسه في نص الطريق، هو بيسمعني هو معاك، فلسه احنا بنتكلم في 12 ماتش بس في الدوري، نفنش السيزون كويس قوي بعد كده نحط رجل على رجل ونشوف. صح. عايز اسالك سؤال يا نادر تاني ليه علاقه برفعت وملوش علاقه بيه قوي يعني. أفهم. دايما اي لعيب كبير كان دايما السؤال بتاعنا المعتاد، جاي لك اهلي جاي لك زمالك، ده بيبقى حلم لاي لاعب وحلم لاي وكيل اعمال اي لاعب، خلاص ده الخطوه اللي هو عايز يروحها. دلوقتي في انديه كبيره موجوده زي بيراميدز زي فيوتشر زي انديه كتيره جدا تقدر ان هي امور ماديه تكون على نفس القدر كويس، وعندها هدوء واستقرار وعندها طموحات كبيره. هل النهارده الانديه دي تقدر انت وانت بتتحرك مع اللعيب بتاعك لو الامور الماديه كويسه ان انت تسيبه او يخش في المعادله في الانتقال؟ لا ما فهمتش سؤالك، عشان سؤالك مركب جدا يا سيف خلي بالك يعني. اكيد انا زي ما قلت لك في الاول، هو في نادي محترم جدا ومش نادي صغير، هو نادي كبير. لا مش قصدي، انت ما فهمتش قصدي، انا اعلم جيدا ان نادي فيوتشر نادي حديث في الدوري يعني الممتاز، ولكن اتولد كبير كويس بالظبط كده ماشي. انا بقى اعتبر ان رفعت ده فري ولاعب بتاعك وانت دلوقتي افندم. يا نهار ابيض، انا بقول ما انا بشرح لك، انا جاي لك هو في السؤال بس
امشي معايا واحده واحده، انت مستحق هوديك والله. انا حافظك، انت عايز توصلني انا معاشرك وحافظك والله. انت عايز توصلني لحته مش كويسه صح؟ والله العظيم والله هخرجك. طب اسمعني بس، انا هوديك لبر الامان بس امشي معايا واحده واحده. انت دلوقتي معاك لاعب، بلاش احمد رفعت عشان ما نخشش في مشكله. كويس، اللاعب اللي معاك ده كويس فري، جاي له الاهلي، جاي له الزمالك، جاي له اي نادي اخر عشان ما يكونش فيه احراج. في اثنين ناديين ثلاثة دلوقتي في دوري ممتاز كبار، منهم فيوتشر ومنهم بيراميدز ومنهم انديه كتير. كويس، الامور الماديه في انديه بتدفع ارقام كبيره. السوق دلوقتي ممكن ان انت تتفاوض هنا وهنا وهنا. لا لا اكيد تتفاوض هنا وهنا، بس هي القصه ما تحسبش فلوس برضه يا كابتن سيف. تمام. لا هو في قدره شرائيه عاليه جدا، دي بتتعوض طبعا بحاجات تانية في انديه تانية. لكن هي بتبقى ساحب في التفاوض مع الانديه الجماهيريه طبعا اكيد. تمام. لكن لا، في حاجات لا تقدر بفلوس طبعا. تمام، هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه. يعني انت الجزء كمان التسويقي والامور الاخرى بيبقى ليها عندك طبعاً. انت بتكسب حاجات ماديه كبيره قوي، بس انت ممكن يكون عقدك كذا، بس بتكسب حاجات ماديه قصادها كتير قوي قوي في وزاره الجماهيريه دي كبيره طبعا. ازاي يعني؟ هي دي طريقه تفكيره شويه، يعني طريقه تفكير نادي صح ولا حتى لما بنيجي نتكلم خالص في موضوع الفلوس. هي المشكله مع نادر الله يكون في عون اللي هيتعامل معاه، يعني من الاداره اللي هتتعامل معاه، هي هو دي اللي بتتعامل. في ناس ما بتتعاملش معاه يا سيف، بيخافوا ما تبقاش. انا عارف القصه دي والله العظيم. انا عارف ان احمد رفعت هسلم عليه وودعه بعد البرنامج، هتبقى اول واخر مره. حبيبي يا نادر، اتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي الحقيقه. لا هو بجد انا مبسوط جدا بالمداخله دي، وبجد يشرفني جدا اكون مع احمد رفعت، وربنا يسهل كده ونوصل لحاجه كويسه جدا 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 على بكتير ان شاء الله. واكيد ناد اكيد كمان احمد كمان هيكون معاك مختلف، لان دايما طريقتك الحقيقه بتكبر دايما اللي معاك، ودايما توديهم لاعلى نقطه، وهو ده المهم. اتمنى لك يا نادر كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن سيف، ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا. نادر الحقيقه من الناس المحترفه في الحته دي جدا، وحتى بتعبني وخلص نفسي في كل حاجه، بس انا بحترم كده جدا. بيتعبنا كلنا، بس هو الفكره كلها ان هو يعني حتى اللي بيعجبني كمان في طريقه الشغل، انه مش دايما التفكير بيبقى في الفلوس. يعني حتى هو بيتكلم معايا ما بنتكلمش خالص في موضوع الفلوس. موضوع الفلوس مهم، لكن الفكره انت هتقدم ايه وهتكسب ايه، الباكج كلها، مش بس ان انت هتاخد فلوس وبعد كده تلعب شويه والموضوع بينتهي. لا، احنا بنتكلم على لونج تيرم. يعني انت قاعد شويه في فيوتشر، مده عقدك ممتده يعني؟ ممتد لسه في كذا سنه طبعا. لسه في كذا سنه. يعني الموضوع مش سر يعني. لا مش سر، وفي نفس الوقت يعني مش متاح ان انت تبقى عقدك بيخلص والكلام ده. لا، لسه في كذا سنه يعني. ثلاث سنين مثلا ولا حاجه. يعني نتكلم.